أيادي الكويت البيضاء نظمت حملة لدعم المحتاجين في لبنان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض العائلات المعوزة. هذه الحملة نظمتها جمعية الهلال الأحمر لتوفير كافة المواد الإنسانية والإغاثية لدعم الشعب اللبناني الشقيق والتي تستمر لأربعة أيام. هي إنسانية بلا حدود وعطاء بلا مقابل عودتنا عليها دولة الكويت مركز العمل الإنساني بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد العمل الإنساني، حيث كانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تحرص دائما على دعم الأشقاء السوريين اللاجئين في كافة المخيمات على صعيد كل لبنان، وإنما بعد الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يمر بها الشعب اللبناني قررت أيادي الخير الكويتية للجمعية لأن تغيث المحتاجين اللبنانيين وتدعمهم إنسانيا في تلبية كافة احتياجاتهم الضرورية اليومية إلى حين تخطي هذه الأزمة بسلام. تعودنا على مبادرات صاحب السمو الله يطول بعمره ويحفظه في مساعدة جميع دول العالم، يعني مو دولة مختصرة ولا شيء. دولة الكويت جرت العادة أنها تقوم بهذه المساعدات لتخفيف العبء الذي يتعرض له الشعب اللبناني. الصليب الأحمر اللبناني وأهالي منطقة طرابلس الضنية يشكرون دولة الخير معتبرين أنها السباقة دائما في عالم الإنسانية. شكرا من القلب، من قلب القلب لأمير الكويت وشعب الكويت. نتمنى من جميع الأخوة العرب يحظوا حظ دولة الكويت لمساعدة الشعب اللبناني. جدير بالذكر أن وفد الهلال الأحمر سيجول لأربعة أيام في حملات من الشعب الكويتي إلى الشعب اللبناني الشقيق ليصل عدة مناطق لبنانية مؤكدين على الدعم الدائم والمستمر. من هنا منطقة الضنية شمال لبنان يشهد الشعب اللبناني أجمع على إنسانية دولة الكويت مركز العمل الإنساني صاحب السمو قائد العمل الإنساني وتقدم الأيادي البيضاء الكويتية لمساعدة اللبنانيين في أزمتهم ومحنتهم الراهنة. مريم حموي، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.